ازاي يا ماما؟ الكلام ده لو هما لسه عيال صغيرين ما يعرفوش في القانون، لكن ده عبد المنصف مدكور المحامي العقر صاحب الشركة المتحدة للاستثمار والتنمية اللي اسمها زي الطبل في مصر كلها، وجمال رأفت المدير العام، وطارق حميدة نائب المدير، تلات أسامي لها شنة ورنة في وسط التجارة والمال والأعمال. تقولي لي تصوروا أو بيتهيأ لهم بحسبوها الصح؟ لا يا ماما، لا، الكابوس أكتر من كده بكتير. افرضي يا غادة هننهار قدام الكابوس الفظيع ده، ولا نقول لأ ونفضل واثقين في عدالة ربنا ونقف على رجلينا في وش أي عواصف؟ بصيلي يا غادة، بصيلي يا حبيبتي.